يا اهلا وسهلا. اهلا بيك. نورت البيت يا قمر. منور بصحابه. تعالي اتفضلي. تعالي يا قمر خش برجل في المين. بسم الله الرحمن الرحيم. دي شقتك بقى يا ستي. حلوه قوي ما شاء الله، دي حتى ريحه خفيف. الشقه بتاعتك دي قد شقه سمر مراتي بسنتيمتر. ما تبصلهاش دلوقتي، لما تتدهن وتتفرش هتبقى احلى شقه لاحلى عروسه. ان شاء الله احلى عروسه. الله، دي بتبص من هنا على شقه سمر على طول. ما هو الشباك خش الشباك. كويس، عشان لما تبات بره ابقى شايفاك قصاد عيني. شوف البت اللي عنها قد كده، البت قفلت الشباك. هبات بره فين بس؟ ما انت عارف انا من مكتبه على بيت امي ومراتي على طول. قصدك مراتاتك؟ جديده مراتاتك دي، ابص ترفس يعني. حلوه الدبله دي، اتفضل. فضه، ما هو الدهب حرام للرجاله. طب ابقى اجيب لك واحده تانية بقى فضه واكتب لك عليها اسم. هلبس دبلتين؟ مش متجوز اتنين؟ صح، يبقى نلبس دبلتين. امال فين اوضه النوم؟ اوضه النوم من هنا، تعالي اتفرجي عليها. تعالي اتفضلي اتفضلي. بقى يا ستي اوضه النوم، انا بقول نحط السرير هنا والدولاب في الحته دي كده، التسريح هنا هتبقى حلو. ها، ونجيب حته سجاده كده نفرشها هنا في الحته ديت، هتبقى الاوضه اخر حلاوه. ماشي، كله حلو، المهم تسيبنا نختار العفش اللي على ذوق. اهم حاجه ننجز. انزلي انت نقي العفش اللي يعجبك وانا اروح اخلص على طول وقتي. طب ايه، مفيش اي حاجه كده ناقصه؟ انا عايز اجيب هنا في الحته ديت بالظبط، نجيب شماعه عشان احط عليها الهدوم مثلا لو عايز اروح الشغل كده يعني. لا، غير الشماعه والسجاده انت مالك عملي كده ليه؟ احنا داخلين نتجوز مش داخلين مشروع. مفيش حاجه شفوي؟ لا طبعا في شفوي وعملي ونظري وكل حاجه، بس انا بقول يعني كل وقت لوحداني، ولا انت ايه رايك؟ طب يلا بينا بقى من هنا. اتفضلي. ها، عجبتك الشقة؟ قوي، حلوة جدا. قبل ما تنوريها وانت عروسة. يا رب ان شاء الله. خلاص، باي باي، انا بقى همشي. الكلام ده ايه؟ استني ما اجي اوصلك. لا انا مش هروح، انا راح لزيزي الكوافير. مع اني شعرك مش محتاج يعني. عجبك؟ يعجب الباشا. خلاص همشي انا بقى عشان حتى ما تتأخرش على البيت. ماشي يا قمر. تليفونات بقى. حاضر. نورت البيت. ده نورك. مع السلامة يا قمر. الله يسلمك. ايه ده يا غالي؟ ساعة؟ ساعة بتفرجها الشقة؟ ساعة ايه؟ ده احنا ما عدناش أكتر من 10 دقايق. ياكش تولع. وشعرك مش محتاج كوافيرة، هو اللي على راسها ده شعر، ده سلك مواعين. ما أنت اللي مختارها يا سمر. وبعدين كنت بكملها بكلمة. والبنت المضروبة على قلبها بتقفل الشباك في وشي، ايه هي الشقة بتاعتها خلاص؟ ما هي تبقى بتاعتها يا سمر، ايه اللي حصل لك؟ ده اللي يشوفك كده كأنك غيرانة منها. نهارك اسود ومنيل. عيب كده يا سمر. هي مين دي اللي غير منها؟ لا ده كلامك ده ما يتردش عليه، انزل الشغل، انزل الشغل يا مخلص أحسن لك دلوقتي. عيب كده يا سمر. فرجها على الشقة، كنت بتقولوا ايه؟ كنت بتقولها ايه؟ كنت بفرجها على الشقة، أنا مش مصدق. أمال لما يتقفل عليا الباب أنا وهي بقى. هتعملي انت ايه؟ قولي يا سمر، انا مش عايزك ضعيفه كده، انا عايزك ثقه في نفسك كده. نعم؟ ثقه ايه يا ابو ثقه؟ لا انا ثقه في الله وثقه في نفسي. لا انت اكيد اتجننت. انا برضو اللي اتجننت. طب لعلمك بقى انت اللي مجنونه وست مهبوشه. ايه يا ابني في ايه؟ صوتك عالي كده ليه؟ انا برضو اللي بعلي صوتي يامه. طب علو صوت بعلو صوت. خالتي وخالتك وتفرقوا الخلايا. هرن عليك ايه من الوقت يا سمر؟ لا يا ابني مش كده، عيب. الا سمر يا جمالي. انت بسرعه يا يما. ده ودي بتحبك. يما ده هي اللي مختاره العروسه يا يما. يما ده بتقول العروسه اللي هي جايباها لي شعرها سلك المونيا. اتجننتي منها. معلش يا حبيبي. معلش يا دنايا مقهورة، أنت ما بتعرفش الست في الساعة دي بتبقى عاملة إزاي؟ بتبقى مقهورة ومكسورة من جوه عشان خاطري.
خش يا حبيبي راضيه بكلمتين. راضيه بيا اما انا كلمتها. معلش طبطب عليها كده وهي هتبقى كويسه. حاضر يا ام. حاضر. يلا يا حبيبي. طب لو زعقت تاني يا ام. معلش امسحها فيا انا مش هزعق. خش بس راضيه. يلا يا ابني ربنا يهديك. كده برضه يا سمر تخليني اخرج عن شعوري سماها حسنا اللي يسوى اللي ما يسواش. شكلي ايه قدام العمال تحت في المكتبه؟ منظرنا ايه في الشارع؟ كل ده عشان ايه؟ عشان واحده اخترتيها؟ عشان قمر؟ بلاها قمر يا ستي. عديها يا مخلص عديها. طب صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. ما تحقلنيش. طب قومي غيري هدومك وخرجي، نتغدى بره، غيري جو. لا، ماليش نفس. طب فاكرة لما خرجتك أول مرة لما اتخطبنا؟ لما أكلتك سمان في الهرم، فاكرة؟ سمان في الهرم؟ احنا اول مره خرجنا فيها كلنا نفق في الحسين. سمان في الهرم كلته مع مين يا مخلص؟ قول يا مخلص كلت مع مين؟ قريه وليا. انت زعيق تاني. انين اتطمط اهو اهو. طب خلاص هاكلك نفق في الحسين. قومي غيري. الله العظيم يا رب. شكلك حلو قوي وانت نايم. مش انا كنت زمان وانا عيله بقعد ابص لك وانت مش واخد بالك وتقعد تتريق عليا وتقول لي واد يا قمر؟ فاكر؟ اديك نايم جنبي اهو. لا وملوداك ولسه. طيب وقت مين؟ انا يا حبيبتي سمر. اهلا وسهلا. ايه ده تعب روحك؟ تفضل. انا قلت اكيد ما فطرتوش، قلت اعمل لكم لقمه كده على مقاسه. يا اختي ان شاء الله يخليكي. مخلص لسه نايم. اه عشان كده مش سامعه صوت. لو انت بتسمعي الصوت هنا عندك العادي يعني، واكيد مش انتوا. اه نورتي يا حبيبتي. ايه ده والنبي ما كان له لزوم الكلام ده؟ مخلص اتاخر قوي على المكتبه، ده عمره ما عمل كده. كنا سهرانين شويه. خشي صحي، انت مش غريبه، ده انت مراته. خشي. لا لو تعبان ياخد اجازه. هو الصراحه بيتعب. ما تيجي نسافر كده احنا الثلاثه سوا، ناخد لنا اجازه في شرم ولا اسكندريه قد اسبوع كده، ولا اقول لك 8 ايام عشان نقسمهم؟ نقسمهم. هقول له يا حبيبتي هقول له. لا بصي اوعي تعتبريني بقى ضرتك والحاجات البلدي دي. ربنا يعلم حبك في قلبي قد ايه. من القلب للقلب رسول. امشي انا بقى. ما بدري. ما تنسيش تصحيه. مش هتقعدي ناكل لقمه كده ونحكي سوا؟ سبقتك. سبقتك يا حبيبتي. ماشي. حلو قوي الاحمر عليكي. والله؟ ابقى اجيب لك منه؟ لا عندي بس قصير. ما بحبش اصلي القصير. متشكره قوي يا حبيبتي، تعبتك معايا. تسلميلي. لا يا راجل مش هينفع تنزل كده، لازم تاخد دوش. صباح الخير. صباح القشطة. كنت بتكلمي مين؟ مفيش، ده الزبال كان جاي ياخد فلوسه. حضرت لك الحمام يلا وولعت لك السخان. عليك.
خليني ناشف احسن. بشوقك، هتفطر هنا ولا تحت في المكتب؟ لا انا اتاخرت يا دوبك انزل. طب والنبي كنت محضره لك فطار حلو يستاهل بقك. ستي نبقى نفطر مع بعض لما الرايه تتنكس. لازمته ايه الضحك ده يا سمر؟ قمر، شوف كنت فرحانه ازاي قهرتني. ما تاخذنيش معلش، لسه صاحي من النوم ما فوقتش، وبعدين انا جديد حقك عليا ما تزعليش. ماشي زي بعض. الله بيها قلوبه كده احنا برضه. مبدئيا فاكره الاغنيه دي يا سمر؟ اه فاكره، لما شكيت انك بتحب عليا شغلتها لي في المكتبه وانا بصور ورق. يا عبيط انا عمري ما حبيت عليكي ولا غيرك، بس اه كنت مشغلك الاغنيه ساعتها بصيتي لي حته بصه يا لهوي يا ياما يا لهوي عمري ما انساها. فاكره البصه دي يا بنت؟ فاكره. مين ابو دم تقيل اللي جاي لنا دلوقتي؟ مش عارفه، قوم شوف مين. بقول لك ايه، ما تتاخرش. ما اقدرش. حاضر. ايوه مين؟ انا قمر يا مخلص. يا حبيبي يا مخلص، كويس انك صاحي. انت خارج من البنك كده ليه؟ مال تعبان؟ تعبان في الشقه؟ استنى بس، ده فيلم. فيلم؟ فيلم ايه؟ يا لهوي يا مخلص، حتة دين فيلم رعب شفته على فوكس. تعبان كبير قوي، بيطلع من تحت السرير عينين فنجلة قد كده، بيلف حوالين البطلة تفهمش بيعتصرها ولا مغتصبها ولا ايه، ويقوم بالحها. تعبان ايه اللي بيغتصب النسوان الفجر ده يا قمر؟ طب والله زي ما بقولك كده يا مخلص. لا ومين بقى بطلة الفيلم؟ البنت اللي شبهي انجلينا جولي. خلي بالك انت الوحيده اللي مصدقه ان هي شبهك، هي مش شبهك ولا حاجه، اقسم بالله ما شبهك. انا احلى منها شويه. طب يا ستي احلى اوحش، روحي روحي البيت دلوقتي وبتعيزي قدام الشيطان الرجيم. اه وشغلي قناه الاطفال اللي هي طيور الجنه كيدز بتاع الاطفال، وانت اعصابك هتبقى زي الحديد. يلا روحي. جنه ايه يا مخلص؟ بقول لك خايفه، تعبان قد كده، انت ايه ما بتغيرش عليا؟ طب وطي صوتك شويه، وانا اعمل لك ايه دلوقتي؟ ابات معاكم هنا، ان شاء الله حتى على الكنبه. انت تقبلتي؟ ناموا في شقتك احسن. بقول لك خايفة يا مخلص، خايفة هتكلمة بقى. انت خارج ازاي بالمنظر ده؟ ما انا لابسه اهو. طب اقعدي بقى شوية كده نشوف. ما تتأخرش عليا يا مخلص، بقول لك تعبان كبير. والبندي؟ قمر بره ومخضوضة قوي. دي مرك اهي، دي لا خايفة ولا حاجة. طب انا اعمل لها ايه؟ اطلع ماشيها لحساب مدير النبي محمد، اطلع تدور. سمر وطي صوتك، دي مراتي برضه. ما تقولش مراتي، ما تقولش مراتي. طب خلاص خلاص اتصرفي معاها انت. اه انا هتصرف، انا بقى خرجاله. اوعى إيه يا حبيبتي يا سمر، كويس انك صاحيه. وليه بقى كويس يا حبيبتي؟ خايفه، خايفه قوي، مرعوبه. لا بعد الشر عليكي، خايفه من ايه؟ فيلم، شفت حتة دين فيلم رعب؟ يا لهوي تعبان فظيع. فيلم رعب؟ مصحيانا في انصاص الليالي عشان شفتي تعبان في فيلم؟ امال لو كان لف على رقبتك كنت عملتي ايه؟ شاهد يا مخلص، سمر عايزه تعبان يلف على رقبتي. لا لا لا، مش قصدها. لا لا، ده كهني نسوان بقى، انا ما استحملوش. اهدي بس يا سمر، ده هي كانت مخضوضه بس يعني. مخضوضه؟ لا شوف لك حل، شوف لك حل فيها. ده ايه الليله السودا دي؟ ليلة سودة؟ بقى عشان خبطت عليك يا سمر وانا خايفة بقت ليلة سودة؟ اه ليلة سودة ومنيلة كمان. ايه يا ابني في ايه؟ لا ياما مفيش حاجة، ده كان تعبان ولقيناه. بقولك ايه يا قمر، روح على شقتك وانا هجيلك الصبح. يلا روح على شقتك. لا انا هبات عندكم هنا على الكنبة، انا خايفة من الكوبرا. وبعدين خدوا راحتكم يعني. وناخد راحتنا ازاي والكوبرا نايمة هنا؟ يعني انا تعبان؟ شاهد يا مخلص. لا هي ما قالتش انت تعبان، هي قالت ان انت كبرى، وبعدين انا مش عايز زعيق في البيت. طب انا قلت انت تعبان وكبرى. هي بتزعق. طب خلاص انا زعق زي ما انا عايزه ازعق يا حبيبتي. ده بيتي. انا عندي حل. سمر انت هتنامي على الكنبه هنا، قمر انت هتنامي على السرير جوه. انا قمر. وانا سمر. وانا هطلع بره الشارع خالص. هتروح فين؟ اتنفس يا شيخ.
عاجبك كده؟ استريحتي؟ طب والله كان تعبان كبير قوي. انت لو شفتي لقطه واحده في الفيلم ده كنت ما عرفتيش تنامي. انا مش عارفه تعبان ايه اللي انت تخافي منه. طب والله كنت خايفه، خصوصا ان البطله شبهي فكنت متصوراني هي. طب بقول لك ايه، ما تروحي يا اختي تباتي عند اختك صباح. صباح وجودي زمانهم ناموا، وبعدين ده بيت جوزي برضو. جوزك؟ انت بتقولي لي جوزك؟ ما هو ليكي حق، ما انا اللي زرعتك هنا. جرايه الصامت. جرايه؟ انت بتقولي لي جرايه؟ انت اتجننتي؟ جرايه لك ايه منك ليها؟ هو انا قلت مش عايز صوت عالي؟ ايه اللي مش مفهوم في كلامي؟ مش عايز صوت عالي. باي باي يا مخلص، ما تتاخرش انا مستنياك هنا. ما تنساش تقول للواد بتاع الدش يصلح الوصله، بايظه بقاله يومين. دش بايظ بقاله يومين؟ يعني لا في فيلم ولا تعبان ولا الليله دي كلها؟ طب والله يا سموره شفته بس كان مغبش. انت بنت كدابه وانا عرفتك على حقيقتك. خلاص استريحي يا اختي استريحي، اهي الليله باظت. سوري يا سموره ما كانش قصدي. قصدك ولا مش قصدك؟ ادينا قاعدين مع بعض. انا مش عارفه انت ليه مش قاعده عند صباح، ولا الاوضه دي قلت عليك؟ هي دينا عايزه معجزه بتاعت ورده الجزائريه؟ فكي بقى يا سموره.